تصحى معلم 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 يا خيي طوشونا هذا التلت المعطل التلت الضامن التلت المعطل التلت الضامن يعني فرمونا راسنا خيي لخي ما هذا شو بدك تعمل هيدي الحال يعني هيك صارت القصة هون بتصير ايه بس انا برأيي خلص لازم نخلص منها هالخبرية ما فيك تخلص منها بلا حبيبي انا عندي خطة بنخلص منها يعني كيف بدك تخلص منها يا حبيبي مش هني بدي عم بيقولوا بدهم تلت وما تلت وتلت ايه خلص بنعمل ربع حكومي ربع كيف حكومة ربع؟ يعني حكومة مش في حكومة كاملة حكومة نص نعمل حكومة ربع حكومة ربع؟ ايه بيكون ما فيها تلت هيك لخيفة فيها تلت على اكيد حتى بالربع بتجيب تلت الربع لك شو تلت الربع؟ كيف يعني تلت الربع؟ تلت الربع يعني بتجيب الربع بتقسمه ثلاثة فبيصير تلت الربع يا خي ما هو الربع كتير صغير كيف بدك تقسمه يعني؟ لا 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 عادي حتى لو قد ما تزغر بتضليك تلاقي التلت كيف يعني بيكون التلت؟ يعني شو قديش بدك تزغر يعني قديش أصغر أصغر شي بدك توصل يا خي بنعملها ثلاثة ثلاثة ايه بتلاقي التلت كيف بدك تلاقي التلت؟ بتجيب الصبي ايه بنجيب الصبي ايه بتستعير الاصبع من حدا بنستعير اصبع من حدا للصبي ايه بصير هيك التلت زائد اصبع